اهلا بكم شباب، النهاردة هنفتح قناة جديدة ان شاء الله يكون التفاعل حلو. احنا القناة بتاعتنا بتعمل قصص يعني، فايه معلش يعني على الجودة، اصلنا واحد يعني واحد اللي بيعمل كل الشخصيات. ويلا بينا نبدأ. شوفوا يا جماعة، ده بيتي، ده كله. نروح نشوف الواد الشحات. يا شحات يا شحات شحات يا شحات يا شحات، مين؟ انا الغني. نعم، عاوز ايه؟ هديك الفلوس بتاع كل يوم. ماشي انا جاي. انا ما ينفعش اطلع عشان هدومي كلها مقطعة. ماشي ماشي يا شحات، خد الفلوس، هتلاقيها في الصندوق اللي انا حاطه فوق. ماشي ماشي، يلا انا ماشي اهو. هل وقف؟ هنا عم اطلع اشوف هو قبل ايه بقى. يلا اطلع. تلاتة دايموند اشتري بيهم الفطور. انزل ربي بقى اللي يجي يا رب. يا شباب انتوا عارفين انا بسأل الراجل ده كل يوم، هو لاحظ ان الفلوس بتنقص، لكن انا المرة دي هسرق كل فلوس الشغل. هو كل مرة بيجي يقول لي انا عملت، انا بقول له لا، شوف الصورة اللي عندي دي. شوفوا يا شباب، حمام سباحة، بتاع مكتبة، شفتوا اللي عندي. انا عاوز بقى اللي بيجي. زيت، زروح اشتري. كسرت كده يا ربي. نيجي اهو، يلا بينا. انام بقى الجو ليل، روح بقى انام. خلاص قربت. بسم الله الرحمن الرحيم. فين احسن حاجة؟ اللي هو بيحط السشتة. واو واو يا جماعة، دهنا. شوف شوف، تحط ادي كام بس كبير. يلا نجري 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 قبل ما يصحى، قبل ما يصحى. يلا يلا يلا، حبي دول عشان يقولناش حاجة. وانسى تخبي الحاجات اللي معاه. اطلع نطلع كده، أو نحطهم في الصشت. يلا نفتح، يلا نحط يا جماعة. يلا أنا ثلاثة. ننام هنا بقى عشان ما يقولناش حاجة. ننام تحت أحسن. هم
من زل يلا انا نام. ليل جديد صبح جديد نفتح كده ونروح ناخد فلوس كده وحش هذا الحاجة دي يا جماعة بس فلوس فين فلوس فلوس فين يا ربي مروح اسأل الراجل ده ممكن يكون ما يسرق بس ما فيش اصلا غيرنا في السيرفر غيرنا في السيرفر نروح نسأله يلا 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 هنا يا راجل يلا هنا يلا هنا يا راجل مين انت فين انت اللي سرقتني ولا ايه انت فين فين انت اللي سرقتني اطلع اطلع يلا بقى اطلع 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 يلا هو في ايه بس هو في ايه بس عرفني في كتير يا اللي سرقتني سرقت فيه فلوسي يا حرامي وشيخ يا حمار فين منزل الوس وراح فين وراح فين مش حاجة يعني هنا لو هو نزل هيلاقي العالم اللي تحت هو عيونه يموت ممكن يكون عنده مكرفس هنا مستحيل ايه ده في مكان فوق اطلع كده بس نشوف كده بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي بيدا مين بقى ما كده ما فيش حد هنا ندخل كده ندخل تعال عندي ربنا يشوفني يا رب ما يشوفني يا رب انت هنا سرقتني وبنيت ده كله ده كله ده كله مش عارفه بص ورايا خايف خايف جدا خايف خايف جدا بص ورايا يا بوليس الحقني يا بوليس صحيح انا من الشرطه بشتغل في الشرطه تعالى معاك معلش يا نبي سامحني تعالى معايا تعالى معايا ونزل ونزل وفاضل تعالى يلا انا مكسوف من نفسي والله مكسوف من نفسي أبص مكسوف 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 من نفسي مش يا حرام يا كريه خش انت هذا السجن سنة ونزل ولا ايه ولا انا متخيلي متخيلي ولا ايه بقى تعبت والله العظيم تعبت تعال معايا تعال تعال
الله تعالى اجري بقى يلا. اجري يلا اجري امشي شوية بقى يلا خش هنا جوه خش خش ما انت خليك هنا بقى ده بيتك من دلوقتي يلا بقى ده بيتك انا خارج واحبس عليه يلا انا خارج. يا ريت ما كنت عملت كده يا ريت ما كنت عملت كده دخلت السجن في الاخر يا ريت ما كنت عملت كده يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. الله اكبر الله اكبر سامحني يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب. وبس كده شباب كده وصلنا لاخر المقطع. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وسبسكرايب يلا وسلام يلا بينا.